احنا معرضين بشكل غير طبيعي للاعتقال في اي وقت. يعني خلي بالك انه انا النهارده بعمل المداخله ديت عشان نقول معاناه المعتقلين. احنا مش بنتكلم عن النظام ولا بنعرض النظام ولا اي حاجه، ولكن انا معرض بعد المداخله ديت في اي وقت للاعتقال تاني، لانه انا بحاول اقول معاناه المعتقلين زي ما انا بحاول انشر كل الام المعتقلين اللي جوه، اللي حتى الناس اللي كانت معايا في جوه الحجز. يعني انا لما بكلمهم يعني مش عارف احنا عملنا ايه ولا ذنبنا ايه، ان احنا بنحاول نخلي مصر في استقلال وطني وفي تقدم وفي حريه وازدهار، ويكون في حريه راي وتعبير، ويكون دوله مدنيه ذات حكم مدني ذات مؤسسات مدنيه. ايه الغلط في كده؟ مش عارف يعني احنا ايه جرم اللي عمله الشباب في ان احنا عايزين دولتنا دوله مدنيه.